جدا زي ما معوده كده المشاهدين. رزان مرحب بك يا رزان، حلقه جديده زيك. ان شاء الله بالتوفيق النهارده باذن الله يا رب. طبعا نشوف اخبارنا النهارده فيها ايه. نبدا مباشره باخبار منتخبنا الوطني. خبر الاول عندنا بيقول ان طبعا اجيري بيفكر في اراحه طارق حامد نجم منتخبنا الوطني، لان احنا عارفين ان طارق حامد وانني كل واحد عنده انذار. طيب عايز تعمل ايه يا عم اجيري؟ عايز اريح طارق حامد ماشي، ويكون اشرف ايمن اشرف بديلا لحجازي لانه لعبها قبل كده. وطبعا المنتخب او الجهاز الفني طبعا في منتخبنا الوطني زي ما احنا شفنا في المباراه السابقه امام النيجر كان طبعا بيلعب بالنني وغزال وطارق حامد في نص الملعب. المفاجاه النهارده للاسف يا رزان يعني ان محمد صلاح شعر باجهاد طبعا سفر وضغط الماتشات، وكان بيلعب مع نابولي وبعد كده تشيلسي وبعد كده مانشستر سيتي، يعني كان في ضغط ماتشات وسفر، كان سافر ايطاليا وبعد كده لندن وبعد كده طبعا يعني انت عارفه الدوري الانجليزي والمسابقات في الدوري الاوروبي. شعر محمد صلاح بالاجهاد النهارده، ودي ممكن تدفع الجهاز الفني ان هو يعني ممكن يبدا بعمرو ورده او يحصل اي حاجه.